هل تساءلت يوما لماذا بعض الناس يحققون أهدافهم بسهولة بينما يجد البعض الآخر صعوبة في ذلك؟ السر يكمن في العادات، ولكن ما هي العادات؟ العادات هي سلوكيات نكررها يوميا دون تفكير، وهي تشكل حياتنا. أما العادات الذرية هي تلك العادات الصغيرة التي تبدو غير مهمة ولكن لها تأثير كبير على المدى الطويل. الكاتب جيمس كلير يشدد في كتابه العادات الذرية على أهمية التركيز على التحسينات البسيطة بدلا من محاولة تحقيق أهداف ضخمة دفعة واحدة. وهذا الكتاب هو أحد الكتب الأكثر تأثيرا في مجال تطوير الذات وتغيير العادات. إذا كنت تبحث عن طرق فعالة لتحسين حياتك وتبني عادات جديدة، الكتاب يقدم استراتيجية شاملة لبناء عادات جيدة وكسر العادات السيئة من خلال تغييرات صغيرة وثابتة. إليك ملخص لأهم الأفكار في الكتاب. القوانين الأربعة لتغيير العادات. يقسم كلير عملية تغيير العادات إلى أربعة قوانين رئيسية. 1- اجعلها واضحة. حدد عاداتك بوضوح واستخدم إشارات تساعدك على تذكر العادة. مثال: إذا كنت ترغب في القراءة يوميا، ضع كتابا بجانب السرير. 2- اجعلها جذابة. اربط العادات بمكافآت. استخدم تقنية التكديس بربط العادات الجديدة بعادات موجودة بالفعل. اجعلها سهلة. ابدأ بخطوات بسيطة وسهلة التنفيذ. إزالة الحواجز التي قد تعيق التنفيذ. مثال: إذا كنت ترغب في تناول طعام صحي، جهز وجباتك مسبقا. اجعلها مرضية. كافئ نفسك عند تحقيق الهدف. استخدم تقنيات تعزيز إيجابية لتشجيع التكرار. مثال: بعد أسبوع من الالتزام بالعادات الجيدة، كافئ نفسك بوقت استرخاء أو نشاط محبب. كيف تتغلب على العادات السيئة؟ لتغيير العادات السيئة يمكنك اتباع نفس القوانين الأربعة بشكل عكسي. اجعلها غير واضحة. اخفي الأشياء التي تذكرك بالعادة السيئة. اجعلها غير جذابة. ربط العادة السيئة بشعور سلبي. اجعلها صعبة. إضافة حواجز تمنعك من القيام بالعادة السيئة. اجعلها غير مرضية. عدم مكافأة نفسك بعد القيام بالعادة السيئة. القوة المدمرة للتغيرات الصغيرة. التغيرات الصغيرة يمكن أن تتجمع لتحدث تأثيرات كبيرة على المدى الطويل، لذلك كن حذرا. قوة التحسينات الصغيرة. التركيز على التحسين بنسبة 1% يوميا يمكن أن يؤدي إلى تحسين هائل على مدى الزمن، وهذه التحسينات قد تبدو غير ملحوظة في البداية، لكنها تتراكم بمرور الوقت وتؤدي إلى نتائج مذهلة. النظام أهم من الأهداف. النجاح لا يأتي فقط من تحديد أهداف كبيرة، بل من تطوير نظام يدعم تلك الأهداف. الأنظمة هي الخطوات اليومية الصغيرة التي نقوم بها لتحقيق الأهداف الكبيرة. هوية الشخص وعاداته. تغيير الهوية يمكن أن يساعد في تغيير العادات. يجب أن ترى نفسك شخص جديد لتحقيق تغير دائم. التركيز على من تريد أن تكون بدلا ماذا تريد تحقيقه. 5- الاحتفاظ بعادات جديدة. تطوير عادات جديدة يتطلب تكرار ومراجعة دائمة. استخدم دفتر أو تطبيق لتتبع العادات، يمكن أن يساعد في البقاء ملتزما. والآن لنراجع القوانين الأربعة لتحسين العادات. الإشارة:
اجعل العادة واضحة، الرغبة اجعل العادة جذابة، الاستجابة اجعل العادة سهلة، المكافأة اجعل العادة مرضية. إذا كنت قد استفدت من هذا الشرح وترغب في معرفة المزيد عن العادات الذرية، أنصحك بشدة بقراءة الكتاب. شكرا لمتابعتكم، ولا تنسوا الإعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.